السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نخدم الكتاف ديال الجلابة براندة، وكيفاش التقنية اللي كنخدم بها أنا باش ما كيتفوتوش ليا الجهات ديال التوب. أول حاجة أنا هنا غادي ننبل غنبل التوب. انا هنا من بعد ما كففت جهات الكتف ديال الظهر ما كففتهم بجوج، وكففت جهات بجوج ديال الجهه القداميه ديال الجلابه. اول حاجه كناخذ جهه ديال الكتف اللي بغيت، هنا كنثبتهم، كنجي لهاد الطرف هذا ديال الثوب وكنثبتها هكايا. بالنسبه للمبتدئات كياخذوا الطرف على طرف هكايا بهذه الطريقه. هذه كتاخذ هكا قلم، كنشد الطرف على الطرف بحال هكا، الطريقه هذه نشوف واش باين مزيان. هكا كنحط الطرف على الطرف وكناخذ بحال هكا، كنعلم بالقلم، كناخذ ثاني واحد شويه كنعلم، كنشد الطرف هكا بجوج بيدي وكنعلمهم بالقلم، كنشد الطرف هنايا بجوج كنعلم بالقلم. هاد التعليمات هادو فاش كنكونو كنبداو نخدمو، فاش كنوصل هنا دابا انا خدمت واحد شويه غادي نشوف هنا واش هاد التعليمه ديال القلم مقاده مع التعليمات الثانيه. الا ما لقيتهمش مقادين خاصني نقادهم قبل ما نوصل لهنايا باش ما كيتفاوتش ليا التوب هنا بزاف. على الاقل الا تفاوت غير شوي بحال هكايا واحد نص سنتيم ولا هذا ماشي مشكل، ولكن باش كيتفاوت بزاف ما يمكنش. انا هنايا غادي نلاقي بالملاقيه ديال واحد، الا بغيتوها راه كاينه عندي في القناه. نخدم معكم غير واحد شويه منها. هنايا كنحاولوا نخليو واحد نص سنتيم وكنشدو، هنايا الاولى كنعاود نشد الغرزه الثانيه في الجهه الثانيه. نعاود نشد في التوب ونعمر من هنا. هاد الغرزة اللي خدمت لكم هي ديال الملاقية ديال واحد، ملاقية اللي سهلة وكتطلع داغي. انا كنخدم وانا كنشوف. دابا فاش انا حطيت العلامه ديال هاد الجهه مع هاد الجهه بان لي هذا غيكون طول من هذا، يعني هاد التوب هذا ناخذ منه بزاف وهاد الجهه ناخذ منها غير شوي باش ما يتفاوتوش ليا. دابا انا هادي ناخذ منها بزاف، هادي غادي ناخذ منها غير شوي.
هاي بدات كتقاد معايا. هاي في الاول كان هذا طول من هذا. المشكل في الرنضة علاش كيتفاوت فيها الثوب هو اننا الجهه اللي كنكونوا شادين كنبقاو نجروها كنجبدوها، تما فاش كيتفاوت لينا الثوب بحال كتولي هاد الجهه طول من هاد الجهه هادي. الا لاحظتوا في جلال باللي كيخدم الخياط كيخدمهم بالماكينه ما كتلقاوش نهائيا شي جهه مفوته مع شي جهه، كيكون الطرف محطوط على الطرف. انا غادي نوصل لكم غير لهنايا باش نوريكم كيفاش ان هاد العلامات هادو كيعاونوا باش ما كيتفاوتش لينا الثوب. هانتوما هي التعليمه ديال القلم الاولى، هي مقدمه على التعليمه الثانيه. وفي الاول الا كنتو لاحظتوا ان فاش كنت مجبده الثوب كانت هاد الشيء هادي كتبان اكبر من هاد الشيء، يعني فاش علمت وبانت لي هاد الجهه كبيره بديت كناخد في هاد الدقات هادو، المسافه اللي ما بيناتهم اكبر من هاد المسافه اللي ما بين هاد الدقات هادو، داكشي باش تقاد لي الثوب وما تفوتش ليا. وغادي نكمل بنفس الطريقه. هانتوما الا لاحظتوا حتى هذه راه مفوته مع هذه، ولكن فاش غادي نخدم بنفس الطريقه باش خدمت هذا الجزء هذا غادي نكمل به كله مقاد. غادي نكملو ان شاء الله وغادي نوريكم كيفاش جا. في هيا من بعد ما كملتها شكي كتبقى الخدمه مسرحه. هو الطرف ديال الثوب على الطرف ديال الثوب، هو الطرف ديال الثوب هنا. نحاول نقرب هاو على الطرف، يعني غير بالتعليمه ديال القلم كتنفعنا وما كتخليش حتى كنخدموا واحد المسافه كبيره عاد كنتابعوا ان الثوب تفوت لينا، يعني غير مسافات قصيرين ونديروا التعليمه ديال القلم باش الا تفوت اللهم يتفوت الثوب قريب وتحلو، يعني واحد المسافه صغيره، ولا تخدموا واحد المسافه طويله اللي ضيعتوا فيها الوقت بزاف وعاد تحلوها. بنفس الطريقه غادي نخدم الجهه الثانيه. حتى هي بنفس الطريقه غادي نشد هكا الثوب مقابل مع الثوب ونخدم واحد غرزه ولا جوج وعاد ندير التعليمات ديال القلم باش نشد الثوب باش يثبت ليا الثوب. هنايا كنخليو كنحاولوا نخليو واحد نص سنتيم
ودابا نبدا نعلم بنفس الطريقه. غادي ناخد الجهه ديال هاد الثوب مع الجهه الثانيه، غادي نبدا نعلم. غادي دابا هاد الجهه هادي مشدوده بالخدمه، وهاد الشيء غادي نشدها بيدي، وغادي نبدا نحط هكا ونعلم. ناخد الجهه الثانيه هكايا ونعلم. وكنكمل بنفس الطريقه، هي الجهه الثانيه من بعد ما كملتها هانتوما. هنا فين ساليت الخدمه نهائيا، واش تفوت ليا التوب. واحد الحاجه اللي ما قلتهاش لكم في الاول هو ان كنبداو الخدمه من جهه الكتف وكنطلعوا لجهه الكول. من هنا كنبداو الخدمه من جهه الكتف، هي الطوره ديال الكتف. من هنا كنبداو وكنطلعوا لجهه العنق، باش حتى لا تفوت لينا واحد شويه الثوب. كي تفوت هنا جهه الكول ماشي مشكل، اما هنايا ما يمكنش تفوت جهه الكتف، ما يمكنش، خاصو يكون مقاد بحال هكا. وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسوش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. وبالنسبه لهذه الجلابه هذه انا غنخدمها معكم بالتفصيل الممل، يعني غنخدم معكم. دابا خدمت معكم في الفيديو السابق، خدمت معكم الملاقيه ديال اللي هبطها على طول الجلابه، ودابا خدمت معكم الكتاف. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدم معكم كيفاش كنخدم الدوره ديال التركيز، كيفاش كنخدمها ان شاء الله. غادي نخدم معكم هذه الجلابه كامله، غير فعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلكم دائما الجديد. وكنتمنى التوفيق للجميع.